للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي السيد أمير المفرجي. أستاذ أمير، بداية مرحبا بك. العديد من المناصب المهمة تدار بالوكالة دون وجود حلول ناجعة للظاهرة، إلى ما ترجع هذه الظاهرة؟ وهل يعني تستقيم دولة وحكوماتها تدار في أغلب أو حكومتها تدار في أغلب حقائبها بالوكالة؟ مساء الخير. مساء الخير. تحياتي لكم ومشاهدي قناة الرافية. أهلا بك أستاذ. في الحقيقة أن المشكلة في العراق وكما تفضلتم يعني دولة لحد الآن لا تستطيع أن تضع في الحكومة في حقائب الحكومة وزراء لخدمة الشعب العراقي، هي ليست هذه الدولة بمعنى الكلمة الذي يعترف فيها العالم عن وجود دولة في العراق. يعني المشكلة تشمل في أنه هناك مشكلة نظام، ليس هناك دولة، لأن النظام العراقي الذي جاءت به أمريكا منذ 2003 لا يمثل في الحقيقة أصول وهيئة للدولة التي تستطيع أن تعمل بصورة طبيعية وما عرفت في العالم. إذا عندما تقف الدولة على حدود مشاكل بين شخصيات وأمراء طوائف للخروج بنتيجة لوضع وزير أو وزير آخر من أحزاب يعني تتفارق فيما بينها، إذا ليس هناك تنسيق لتكوين دولة، هناك شركة لأحزاب جاءت لاغتنام السلطة، هناك ثروات في العراق، هناك فراغ حدث بعد الاحتلال، اذا ليس هناك دوله، هناك مشكله نظام جاءت به الولايات المتحده للاستفاده من بقايا في العراق، ولكن انا في نظري الوقت بدا يظهر بان هذا النظام ليس في صالح حتى امريكا. ويعني السيد عادل عبد المهدي عندما جاء الى العراق لا يستطيع ان يعمل شيء، لان المشكله ليست هي مشكله حكومة جديدة، المشكلة هي في وجود نظام لا يشبه أي نظام في العالم. هناك من يرى أن المناصب في العراق توزع وفقا للنفوذ والولاء وليس على أساس الكفاءة، يعني ما الذي يجعل عبد المهدي يعني لا يستطيع تشكيل حكومة كفاءات والابتعاد عن المحاصصة؟ يعني هل لك أن توضح لنا هذا الخلل الذي ذكرته قبل قليل عن النظام الحالي؟ سيدي عزيز، المشكلة في العراق عندما تم تشكيل الحكومات السابقة وهذه الحكومة الحالية لم تشكل على حساب ما يدعون به على أساس وجود ديمقراطية تفرض الحقائب الوزارية. المشكلة في أنه السيد عادل عبد المهدي لا يستطيع ان يعمل شيء في الوقت الحاضر، لان الفرصه قد ذهبت بيده، ولكن هنا يعني في مساله يعني تقضيه وقت لحد ما تفرج، وكما يقول العراقيين المشكله انه ليس هناك اتفاق، لان العراق مقسم بين اجندات خارجيه، الاجنده الايرانيه، الاجنده الامريكيه، الاجنده الخليجيه، هناك كثير من اللاعبين في العراق. السيد عادل عبد المهدي يحاول وبعصا سحريه ان يظهر شيئا، ولكن وكما يلاحظ الشعب العراقي وكما نلاحظ نحن ان الموقف في العراق قد توقف على حساب الوزارات الامنيه المهمه في العراق، الا وهي الوزارات التي تتبع لايران والى الولايات المتحده الامريكيه. اذا هناك مشكله في يعني خروج من مشكله يعني الاحتلالين في العراق، هناك عدم توافق بين الاحزاب التي جاءت بها ايران والسيد عادل عبد المهدي الذي يحاول ان يلعب على الحبلين. رابطه الشفافيه ضربت مثالا بمديري مكاتب الوزراء كاداه تستخدم لمصلحه جهات فاسده، الى اي مدى ترى ان الدوله العميقه هي من تدير العراق ولمصلحه من؟ شيء طبيعي، يعني هذا ما يرجعنا الى بدايه الاحتلال في 2003. الولايات المتحده عندما جاءت في العراق ارادت ان تثبت اقدامها في العراق،
فجاءت بقوسين احزاب وهي ليست احزاب بل مجموعات تستطيع من خلال هؤلاء ان تحكم العراق، وسمحت لهؤلاء في عمل الفساد وبصوره علنيه، لان وجودهم هو في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه. المشكله العراقيه التي حدثت في 2018 والتي تمثلت في دوله العراقيين انتفاضه العراقيين هي كانت نتيجه لوجود هذا النظام السياسي لهذه العمليه السياسيه التي لم تستطع، لانها عمليه فاشله وعمليه مزوره في ان تبني دوله. اذا من هذا المنطق الدوله العميقه التي جاءت في امريكا هي هذه الدوله التي تتمثل في هذه المجموعات، وليست هي احزاب، هي مجموعات جاءت لغرض الاستفاده من ثروات العراق، من مكانه العراق كدوله في الشرق الاوسط، استطاعت ان تضع يدها وبصوره علنيه وبمساعده الولايات المتحده على اساس في البدايه، وايران التي استطاعت ان تتغلغل من وراء هذه الحادثه. الولايات المتحده الان وجدت نفسها في انها ارتبطت باناس اخذوا ولاء اكثر الى ايران بالنسبه اليها. اذا نلاحظ انه الولايات المتحده الان لها سياسات جديده في العراق، تريد ان ان تدفع الايرانيين من العراق للحصول على العراق بصوره بصوره خاصه لها، وهذا ما اعتقد سوف يحدث في المستقبل. عبر سكاي من باريس السياسي العراقي الاستاذ امير المفرجي، شكرا جزيلا لك.